بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. الحكاية مش مجرد اسم في شهادة الميلاد، ولا بس وش يشبهك من بين وشوش باقي الولاد. انت أب عشان تعبت عشان تربي، انت أب عشان صاحبته وبقولت بكرة هيبقى سندي، انت أم عشان حنانك دفى قلبه وهو لسه أخضر، كل ما تمر السنين كان في حضنك ده بيكبر. هي سنة الحياة إن ابنك ده يبص طول عمره يلاقيك وراه، لكن إن عايش طول حياته صفر مهمل على الشمال بطبيعة كل البشر، واحدة واحدة الابن ده قلبه يتحول حجر. لو كان زمان قلب أمه وأبوه عليه الفطر، كان زمانه قلبه فاض حب وحنان زي المطر. عقوق الآباء للأبناء، ده كلامنا النهاردة مشاهدينا مع فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، وأكيد برحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. تقدروا كمان تبعتولنا SMS على رقم 912235 في انتظار حضراتكم، ولكن بعد الفاصل.